أقسم لكم بالله العلى واجتهدتوا باش تحكموا بالعدل والحق وبالقانون، كل حاجة عندها معنى ديالها، ماشي هما معاني لا متضاربة ولا عبثية. أقسم لكم بالله العلى العظيم حتى تحسن الأوضاع ديالكم المادية ترحمكم الله. أنا كرئيس ديال الحكومة ما دمت في هذه الحكومة، ما دمت رئيسا، أنا شخصيا أعتذر لكم لأنني أعتبر أن ما توصلون به كتعويضات غير كافية إطلاقا، ولا يناسب لا مكانتكم ولا جهودكم ولا دراستكم للملفات ولا سهركم بالليل ولا يعني أي شيء من أوصالي. نعم لم نكن قادرين على أن نحسن أوضاعكم بالشكل المطلوب، ولكن عملنا مجهود ولكن ما كافيش، ولكن كان واعي انه اذا قدر الله في المستقبل وتيسر ان هذا الجانب هذا نرفعه ولو الا نجد اليه سبيل بطريقه مباشره بطرق اخرى، لانه ما يمكنش القاضي يوقف على دار فين يسكن وما يلقاش ولا يبدا يسكن في مكان غير لائق، ما يمكنش القاضي بحال اللي كانوا بعض القضاه النزهاء تيمشيو مساكن في الطوبيس، ما يمكنش القاضي يبغي يداوي المرأة ديالو والولاد ديالو وما يلقاش، وما يمكنش القاضي يبغي يقرر ولادو وما يمكنش، ما يمكنش. أنا أعتقد أن القاضي خاصو يتمتع بكامل الحقوق ديالو اللي تضمن له أنه يقوم بهذا العمل في راحة وفي استغناء. يجب أن يشعر القاضي كيف أنا أقول بالتكبر، مع أن التكبر لا يجوز، أن يكون متواضعا ولكن يشعر بالرفعة. هذا قاضي، لكن انا شخصيا ما تلفنش ان قاضي